المواطن عادي بحالكم ما يقدرش بزاف عليه، بزاف عليه 7000 درهم على الخبز ومطيشه غي وكلو ويعيش. كيمشي كيلقى الكرب 2000 درهم 3000 درهم، يعني راه بزاف. ممكن الا ماشي شي ابارطمون اللي مزيان وشحال. لا من العام للعام تيتزادوا في الله بحال شي خمسه ديال الزرع. هادشي اللي طلع هادشي ديال الكراء راه هو الناس ديال الطلبه اللي كيجيو من طنجه من فاس من الدار البيضاء تيجيو يكريو هنايا. وبالنسبه للناس اللي السكان هنايا حسان راه غالي، ماشي باش يجي هنايا 7000 درهم 8000 درهم الكراء 6000 درهم. كل هذاك الشيء على حسب البناء. الا كانت دار قديمه راه غادي تلقاه ب 3000 درهم 2500 درهم، والا كان البناء جديد راه كيدير 7000 درهم 8000 درهم. بالنسبه للكرا كنشوفوا ان في مدينه سلا ورباط تلقاو ديما الطلب اكثر من العرض، يعني بنادم بزاف تيجي تيبغي يكري في رباط وسلا تلقى اما غالي اما تلقى شي منطقه اللي ما مزياناش ليه ولا بعيده على البلاصه فين تيقرا. ديور الطلبه كنلقاوهم ديما عامرين، يعني بنادم شي يدخل تيبقى 4 سنين 5 سنين بنادم شي تمشي لقاش فين يدخل. يعني ضروري خص يبقى يلقاو شي حل، حيت بنادم بحال هكا كيبغي ديبلاسي يقرا في مدينه اخرى مثلا، هو باغي واحد الدومين يمشي يقرا كيمشي كيلقى الكرب 2000 درهم 3000 درهم، يعني راه بزاف. ممكن الا ماشي شي ابارطمون اللي مزيان وشحال كيلقى راسو كرايبيش بواحد الثمن اللي كبير بزاف. يعني كيتراجع داك القرار كيحاول يبقى في المنطقه ديال الراحه ديالو، ما تيقراش داكشي اللي هو باغي يقرا في مدينه وحده اخرى. او هادشي اللي كاين بالنسبه للسلا تمسنا هذا مواصله تاع 4000 درهم ديال 5000 درهم. الرباط هو العاصمه ما نقدروش نقولوا ليها لا من العام للعام تيتزادوا في الله بحال شي خمسه ديال الزرع. عاش بغيتي نقول لك شنو الدرويش شنو غيعيش؟ الخبز ومطيشه غيوكل ويعيش، وبالنسبه اللي عنده الاولاد شنو غيوكل؟ الكرا طالعه بزاف، بيت وكوزينه راه واصل 6000 درهم حتى 7000 درهم. شنو الموضوع المعيشه؟ اش نقولوا؟ هالطرام هو زايد هو غيزيد هو قال لكم لنا العام الجاي غيولي ب 7 دراهم غيولي اكثر من كاسه. اش نقولوا العنقر دابا واصل بزاف. المواطن عادي بحالكم ما يقدرش بزاف عليه، بزاف عليه 7000 درهم. الجهد ديالو 2500 درهم 3000 درهم 4000 درهم. انا بالنسبه للطلبه اللي تنعرف انا هنايا كيكريو تيجمعوا سته البنات ديال الطلبه كيقراو هنا كيجمعوا سته تيكريو بهذيك 5000 درهم 4500 درهم. هذا هو الجهد. شوف انا نقول لك حاجه اخرى، سمحي لي، كاين بالنسبه للي تيوصلوا 7000 درهم تيكونوا مفرشين. العاديه تلقى فيها جوج بيوت وثلاثه البيوت ماكسيموم فيها جوج بيوت، ما وصل 50 حتى 60 80 120 البسيط. لا ماكسيموم جوج بيوت تلقى فيهم كولوار صغير ب 50 حتى 90 الف ريال. و 90 الف ريال شنو في عنده 4 نفوس؟ عشان عاد نعس معاك حداك حفيدك ولادك؟ عشان تقول اللي عنده مو با والمصاريف الماء والزيت وهالزيد هذا شنو